في 5 سنوات 45 فيلم ومجموعة كبيرة من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية ومستوى كبير من النجاح. هذه حصيلة الفنانة مديحة كامل. أهلا وسهلا بنجوم ولقاء مع إحدى النجمات الساطعات في السينما العربية. مديحة، ممكن نعرف أنت العدد مظبوط؟ مش هنخش العدد مظبوط بالنسبة للأفلام؟ مش هنخش بقصة العمر، يعني قصة يعني عدد الأفلام. لا، عدد الأفلام مظبوط. طيب، 45 فيلم وكذا مسلسلات وكذا مسرحيات. طيب، تتصوريش انه المدة الزمنية القصيرة ما كانش فيها نوع من الضغط العملي؟ لا، لانه في خلال 5 سنين كانوا 5 سنين نت، لان انا ابتديت وتوقفت وبعدين رجعت كملت تاني. فالحقيقة بالنسبة للفنانة بتبتدي حياتها عشان تخطط لمستقبل كويس، لازم تعمل كمية انتشار كبيرة جدا تغطي الجماهير دي كلها انها تسمع حاجة اسمها مديحة كامل، تعرف واحدة اسمها مديحة كامل، فكان لازم كمية عمل كبيرة جدا. انما برضو كثرة العمل اصلا بتؤدي الى الاسفاف، وخاصة في المرحلة الاولى. اكيد. وهذه برأيك انت بتشد لورا ما بتساعد لقدام ولا؟ اكيد، بس في فايدة لها كبيرة. احنا الشرقيين شعب عاطفي جدا، شعوب عاطفية، لازم دايما تبقى قريب منها عشان تحس بيك، يعني عارف ازاي. فالقدرة في العمل قبل ما بتوصلني لمرحلة الإسفاف بعمل أنا توقف وبشوف إيه المناسب بعد كده وأبتدي أعمل. بتتصور أنك حتتابعي بنفس الزخم وبنفس القوة وبنفس العدد؟ لا، أكيد لا. يعني أنا فعلا بدأت عملية التوقف ده من ابتداء من السنة دي، عندي 5 أفلام لسه في العلب ما نزلوش، ومش ناوية أمضي فيلم جديد قبل ما كل الأفلام دي تنزل، وبعدين هبتدي أمضي على مستوى وطريقة تانية خالص. طب شو السبب؟ السبب إن خلاص مرحلة الانتشار انتهت، فدلوقتي مرحلة الاختيار علشان أحتفظ بالانتشار ده. حلو كتير. فينا نعرف هلأ طبعاً بخلال تجربتك اللي استغرقت 5 سنوات من العمل في المسرح والتلفزيون والسينما، شو هي مؤهلات النجاح اللي وصلتك لها العمل بالضبط؟ هو مؤهلات النجاح مبدئيا اولا في حاجتين، يا اما موهبه فذه بتبان من اول فيلم، ودي صعب حتى اذا كان الانسان موهوب جدا جدا انها تبان من اول عمل. ليه؟ لان اول عمل واحد بيبقى جديد، بيبقى بتهوي منه حاجات، بيبقى في ريسك كبير قوي، خوف ان ده ما يبقاش العمل المكتمل الناجح قوي. فقلنا يا الموهبة الفذة الكبيرة اللي ممكن تشد الناس من أول فيلم، يا إما الجمال الفذ برضو الخارق اللي يشد الناس. وفي الغالب أو معظم النجوم الكبار سواء في الشرق أو في أوروبا، أول شيء بيلفت النظر في النجمة إنها تكون حلوة طبعا، وتكون تعرف إزاي تبروز حلاوتها دي بثقافة حلوة، إنها ممكن تتكلم في الأماكن كويس قوي، إنها ممكن تبقى بتلبس حلو. مبدئيا الجمال اللي بيشد هو اول مبادئ النجوميه، يعني في الخطوه الاولى يعني. انما انا شخصيا حيث ان انا موهبتي كان في موهبه بس عرفت ازاي ادربها واثقلها يعني، الى جانب ما اعتمدتش على ان شكلي ظريف جدا، لان شكلي مش حلو قوي قوي للدرجه دي انه ممكن يشد. اسمحي لنا احنا رايحين على القصه تركيه علينا. الحقيقه كان المقاومات بالنسبه لي انا مجموعه اشياء، يعني شكل مناسب يمكن للكاميرا، موهبه، وانا مؤمنه بنفسي قوي، مش مغروره يعني مؤمنه بنفسي، الى جانب شويه ثقافه، شويه حب كبير، مش شويه، حب كبير قوي قوي العمل، ايمان بي وثقه في انه فن كبير. يعني الممثل اللي يقدر ينقل احاسيس ورق مكتوبه الى شاشه والناس تصدقه، ده شيء عظيم جدا. طب برايك انه اجتماع هالعناصر كلها مع بعض وصلتك؟ مفيش شك. طبعا هلا وصلتي لمرحله من النجاح، يعني راح هم الزحف الى القمه ليبتدي هم جديد
هو هم المحافظة على ما وصلت إليه، لأنه مثل ما هو معروف القمة لا تتسع كثيرا للأشخاص اللي بيبقوا عليها. فممكن نعرف مديحة شو بدك تعملي حتى تبقي في المستوى اللي وصلتي له؟ هو التقدم في الفن والوصول للقمة لازم إلى جانب كل الفروع اللي قلتها ذكاء كبير قوي قوي علشان الواحد يوصل بطريقة اللي بيها انه يفضل يحترم نفسه مدى العمر، ما يندمش على حاجة عملها عشان يوصل بيها ايا كانت هذه ايا كان الندم، يعني مش هحدد ايه هو، انما عشان تحتفظ باحترامك لنفسك بينك وبين نفسك وباحترام الناس لك، ده شيء محتاج لذكاء كبير جدا. فاول حاجة عشان اعملها عشان احتفظ بالقمة اللي هوصل لها قريب ان شاء الله، ان انا احتفظ بذكائي، وعشان احتفظ بذكائي لازم ابعد قلبي عن انه يدق كتير بسبب الحب. غريب جدا الملاحظة. فايش كيف بتربطي شو له علاقة الحب بالذكاء؟ عادة اللي بيحب بيلمع ذكائه اكتر، بيبرق اطلاقا، بيبرق اكتر في مجال واحد، في مجال الانسان اللي بيحبه وبس، وخصوصا انا بالذات يعني حساسة جدا وعاطفية جدا، فلما بكون في حالة حب كل ذكائي وكل تفكيري وكل خبرتي وكل حاجة فيا بتمشي في رادار واحد او في مجال واحد بس اللي هو الحب والانسان اللي انا بحبه. وانا ما اقدرش اخدم سيدين، انا بعتبر العمل والزوج يعني. بعتبر ان الفن ده سيدي ماي ماستر يعني، في الشك ما اقدرش اخدم اثنين. صحيح. الى من يهمه الامر يعني، من هون توصل مريحه. ما فيش حب. طيب انا في لي اعتراض او ملاحظه صغيره هون لو سمحتي. بتصور انا انه الحب هو الدافع وراء كل نجاح، يعني كل كبار الفنانين في العالم ما لمعوا الا وقت الحب، او الا وقت اللي فشوا في الحب، مثلا تولستوي مثلا اول ما تزوج هنا مدامته بالكنيسه قال لها اهنئك من كل قلبي ستظلين مثل حجر الروح في عنقي الى الابد. ومن يومتها ابتدا تولستوي يعطي الروائع، وبالعكس نابليون جوزيفين والى اخره والحاجات دي. فاذا الحب ورا الابداع ولا لا؟ حضرتك قلت برضو حاجه ظريفه، قلت لي يعني الحب يا اما ورا النجاح والابداع ده، يا اما الفشل في الحب ورا الابداع والنجاح ده. الكلام ده ظريف جدا بالنسبه لانسان متزن تماما، انما انا مش متزنه تماما، انا متطرفه جدا، يعني انا يا ابيض قوي يا اسود قوي، ما عنديش انصاف حلول لا في حياتي ولا في علاقاتي ولا في احاسيسي حقيقي، يعني ما اقدرش اكذب واقول انا عاقله جدا وبفهم جدا لا، انا انسانه هوائيه جدا، يعني النهاردة أنا مبسوطة بعد 5 دقايق زعلانة، بعد 10 دقايق بعيط، بعد نص ساعة بلبس وبتمكج عشان أخرج واتفسح، ماليش ترمومتر واحد. ولو كنت أنا ليا ترمومتر واحد يمكن ما كانش عندي الفرصة أن أنا أبقى فنانة كويسة، لأن كل فنان فنان حقيقي ما تلاقيهوش متزن تماما في أحاسيسه وعواطفه. وبالنسبة لي أنا تضيف لها أن أنا فعلا متطرفة، يعني لو حبيت بفني في تفكيري وكل حاجة في الحب، ما بقدرش، يعني بحاول أمنع نفسي أن أنا أنظم عملية الحب مع عملية شغلي أو أي حاجة تانية بفشل. لذلك أنت تعتمدي على الذكاء لأنك مثل ما قلتي هوائية، فمفروض الذكاء هو يكون المكبح، لازم يكون عندي فرامل. الفرامل ده يعني ما أقدرش أقولك أنا بحب دلوقتي ومبسوطة جدا مع الإنسان بحبه وبعدين بشتغل كويس، ما أقدرش. فاذا المهم انه الفرامات كويسه. لا المهم حاجه المهم حاجه بالموضوع ان انا اكتشفت ان مهما كان الحب قوي وعظيم فحبي الفني اقوى من اي حاجه تانية. فعلا دي اكتشفتها بعد كذا تجربه، مش هضحك عليك واقول لك انا عمري ما حبيت والكلام ده، لا حبيت وجربت الحب مره واتنين، واكتشفت ان في كل مره بحب شغلي اكتر، مش قادر اتخلص منه. فاذا نحن بنتمنى لك حاله لا حب. ايوه لحب حتى تعطينا حاله فنيه كويسه. وان شاء الله يعني من الحسن الى الاحسن. بس على فكره الحب بتكلم عن الحبيب، انما في ما عدا ذلك فانا قلبي بيحب كل الناس وبيسعى كل الناس بشكل غير عادي. غير طبيعي طبعا مفهوم يعني حب الناس فعلا يعني.
نحن عم نحكي عن الحب الخصوصي. اه الحب الخصوصي. طيب شكرا مديحة، متمنى لك فعلا كل توفيق. ميرسي ميرسي اخي.